بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة اللواء كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم، حضرة الأستاذ سامي مروة مدير التربية والتعليم راعي هذا الحفل، الأخ رائد دنون نائب أمين سير حركة فتح إقليم بيت لحم، الأستاذ سائد رزيقات الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، الأستاذ حاتم صباح رئيس بلدية الطوع، ذوي الشهداء والأسرى، ذوي شهيدة العلم المعلمة فاطمة سليمان، الرائد خالد دخل الله مدير مركز شرطة القوع، ممثلي المؤسسات الأمنية والمدنية، ممثلي مؤسسات البلدة، الأستاذ عاصم زبون أمين سر اتحاد المعلمين فرع بيت لحم، الأستاذ محمد عساكرة أمين سر المكتب الحركي للمعلمين الفتحويين، الأستاذ أسامة اللحام عضو المكتب الحركي المركزي، زملائي مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات، أولياء الأمور، وجهاء بلدة الطوع، أبناء الطلاب، الحضور الكريم، كل باسمه ولقبه، واعذروني إن نسيت أحدا فكلكم هامات وقامات أنحني لها احتراما وتقديرا. الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، ومنحنا شرف الرباط والدفاع عن أولى القبلتين. أحمده وأشكره، رفع شأن العلم ورغب فيه، وفرق بين سائر الخلق وبين سالكيه، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما أصلي على رسوله الكريم ونبيه العظيم. الحفل الكريم، أهلا وسهلا بكم في مدرسة ذكور الطوع الثانوية وفي بلدة الطوع، طوع التحدي والصمود، طوع الشهداء، طوع التميز والإبداع، طوع العلم والعطاء. حيوا معي صرح العلم، صرح التقدم والعلا ومنارة العلم والإبداع في أرض الفداء. الحفل الكريم، فوج هذا العام حمل اسمي، فوج شهيدة العلم المعلمة فاطمة سليمان التي قضت في حادث سير على يد مستوطن وهي في طريقها لتؤدي رسالة العلم، فليس هناك كلمة يمكن أن تصفها، ولكن قد تتجرأ بعض الكلمات لتحاول وصفها. فمنك شهيدتنا تعلمنا أن للنجاح أسرار وأن له قيمة ومعنى، ومنك تعلمنا كيف يكون الإخلاص في العمل والارتقاء برسالة العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة، فلا يفضل أحدهما على الآخر. وإكراما لروحها الطاهرة، تم إلغاء الفقرات الفنية من حفلنا هذا. الحفل الكريم، تزامن تخريج كوكبة هذا العام مع تحديات ومؤامرات وصفقات جديدة تحاك هنا وهناك لطمس هويتنا الوطنية وتحويل الوهم إلى واقع، لتصفية قضيتنا تحت مسمى صفقة القرن التي تسعى لتوفير الغطاء الدولي لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وإحكام القبضة على مدينة القدس قلب فلسطين النابض وشريان حياتها، وإقامة تراث مزيف فوق ترابها، وإلغاء حق العودة، لتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطين عليها. ونثمن هنا مواقف القيادة الفلسطينية وتمسكها بالثوابت الوطنية. ولن أنسى في هذا المقام أسود معركة الكرامة الذين حطموا بتحدياتهم وثباتهم أغلال السجان، فكان شعارهم الموت للخضوع. أقول لهؤلاء البواسل: يا من دفعتم حياتكم ضريبة العزة والانتصار، لا تحزنوا، فأنتم أحرار بفكركم، أحرار بوقوفكم شامخين،
أحرار بإرادتكم الصلبة التي انتصرت على سجانكم. وأشير هنا إلى طلاب هذه المدرسة الذين لا زالوا في سجون الاحتلال، وهم الطالب صلاح فؤاد صباح من الصف التاسع، والطالب حازم عيد صباح، والذي حرم من فرحة الجلوس مع زملائه هذا اليوم. ولكننا رغم الآلام نستل من أحزاننا الأفراح لنستمر ونعيش. فنحن شعب إذا أحببنا عانقنا الأرض حبا، وإذا غضبنا أشعلنا الأرض نارا. الحفل الكريم يأتي تخريج هذه الكوكبة بعد عام تميز بالعطاء والتفاني من معلمين وعاملين، تكللت بفوز مدرستنا بمسابقة أفضل مدرسة حكومية على الذكور في محافظة بلاد التلحم. وما هذه الكوكبة التي نحتفل بها إلا غراس تعهدها المعلم بماء علمه، فانبعثت وأثمرت وفاضت معرفة وفضلا. فجدير بنا أن نكرم ونشكر من حمل هذه الرسالة وأداها على أكمل وجه، وحرص على حياة طلابه وحمايتهم من الاحتلال وجنوده. فيكفيكم شرفا أن مدحكم خير الأنام فقال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فالشكر لكم، فالشكر موصول لكم معلمي هذه المدرسة. الأهل الكرام، لا بد أن نثمن جهودكم التي بذلتموها في سبيل إنجاح هذه المسيرة، فلم تبخلوا على أبنائكم بالعطاء والحنان والمتابعة والرعاية. فما نراه اليوم ليس إلا جزءا يسيرا من بحر عطائكم العظيم. ويكفيكم شرفا أن الحق قرن طاعته بطاعتكم فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أبنائي الخريجين، من هذه اللحظة عليكم أن تضعوا نصب أعينكم ذلك الهدف المنشود، وأن لا يؤثر في عزمكم فتور أو كسل. لذا يجب عليكم أن تناضلوا في سبيل هذا الهدف والسعي الدائم لتحقيقه، فلا متسع لليأس والاستسلام. فالنجاح لا يقاس بالموقع الذي يتبوأه المرء في حياته بقدر ما يقاس بالصعاب التي يتغلب عليها. الحفل الكريم، يقول الحق في محكم التنزيل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أجزي جزيل الشكر وعظيم الامتنان للداعمين لهذا الحفل، وأخص بذكر بلدية القوع وذوي الشهيدة المعلمة فاطمة سليمان وأبناء الحاج المرحوم جمع البدن والأخ جميل سليمان والأخ إبراهيم البدن أبو أيوب والأخ محمد البدن أبو مالك ومركز الريان للأفراح والمناسبات بإدارة أبي شادي البدن. فلكم منا كل الاحترام والتقدير. وأخيرا، أتمنى أن ينجز شعبنا الوحدة الوطنية وأن يعم الأمن والاستقرار في وطننا العربي الحبيب. الرحمة للشهداء، الرحمة لشهيدة العلم المعلمة فاطمة سليمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.